الشتا بدرس وبالصيف بشتغل مشان اساعد اهلي. انا اسمي سامي اسكندراني. هاي اصدقائي وهاي اخوي محمد. احنا بالمدرسة هون اغلبيتنا جايين من سوريا مشان الحرب، وعايشين هون بالاردن مستقرين الحمد لله. النزاعات والحروب اللي عندنا بتأثر علينا وعلى بيتنا وعلى علمنا كمان. انه التعليم بدايته يعني انه بيكون حلو ومميز لبعض الطلاب ولبعض الاخر مش مميز، يعني بس تقدم هاي ممكن انه عقلة الاب او الام اذا توفت او العامل الرئيسي اللي هو اللي بكفي احتياجات الاسرة انه يكون يعني ذهب او اشي انه صار معاه اشي انه هو بده يصير ايش كفي احتياجات اسرته عشان ما تصير تحتاج الناس، فبده يصير ايش يدرك المدرسة في بعضها كثير. يعني المدرسة تكون مخيم البيت اعدادية الاولى. انا احيانا بالسبب ما بشتغل مشان بدي احس بقيمه العلم، عشان ما اجي المدرسه احكي والله بالشغل راح اتعب، هون بالمدرسه راح اتعلم راح اخذ شهاده دكتور على بقعد على شي كرسي مرتاح ما هي شهاده. اما بالشغل ضلني اشتغل واتعب يا دوبني عم بطلع لقمه تكل. وان شاء الله العلم بدي يساعدني بدي اجتهد لوصل لهذا المجال. طبعا اصدقائي اليوم شفتوهم محترمين، نحب بعض، نحب التعاون، نحب فعل الخير، طموحين، متفائلين بالحياة ومرحين.